الانسحاب الأمريكي من أفغانستان بات وشيكاً، والرئيس الأمريكي يؤكد أن الوقت قد حان لإنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة، خطوة ستتم بالتنسيق مع حلفاء واشنطن في حلف الشمال الأطلسي لتأمين انسحاب منسق. في المقابل ترى موسكو أن الانسحاب الأمريكي ينتهك اتفاقاً مع حركة طالبان وقد تؤدي إلى تصعيد الموقف. فما تأثير القرار الأمريكي في واشنطن وعلى أفغانستان؟ من واشنطن مراسلنا مجدي يازجي ينضم إلينا. مجدي، تابع كلمة الرئيس بايدن، القرار اتخذ مجدي، القوات الأمريكية ستنسحب من أفغانستان قبل 11 سبتمبر، وبالتالي ما تداعيات هذا القرار الكبير اللي لديه معارضين خلينا نقول في الداخل الأمريكي على الولايات المتحدة؟ صحيح شانتال، دعينا نبدأ من الدلالة الزمنية لهذا الموعد الذي اختاره الرئيس الأمريكي جو بايدن، 11 سبتمبر، وهو طبعا تاريخ الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أراد أن يختار هذا التاريخ بالتحديد ليكون هو موعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بشكل نهائي. طبعا هذا الانسحاب سيبدأ بشكل تدريجي بحلول الأول من مايو المقبل. بالنسبة للتداعيات، هنا في معارضة شديدة جدا شانتال في الداخل الأمريكي، تحديدا من المشرعين الجمهوريين. تتالت البيانات بشكل متتالي وبشكل سريع منذ الأمس عندما بدأت التسريبات عن موعد خروج القوات الأمريكية النهائي من أفغانستان، وحتى اليوم وبعد كلمة الرئيس بايدن. لينسي جرام السناتر الجمهوري البارز جدا قال أن هذا انسحاب وقرار خطير، ووصفه بأن قرار أيضا غير ذكي. أيضا جيم ريش وهو أحد السناترز الجمهوريين البارزين جدا في لجنة العلاقات الخارجية وصف هذا الأمر بأنه لا يتماشى مع الحقائق والظروف على الأرض. بايدن شانتال رد على هذه الأصوات ورد على المعارضة الجمهورية دون أن يسميها في خطاب اليوم، وقال من ينادون ومن يقولون بأن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان يجب أن يرتبط بالظروف التي تحدث على الأرض، يجب أن يقولوا لنا ما هي التكلفة البشرية والمادية التي يجب أن تدفعها الولايات المتحدة الأمريكية حتى تكون الظروف ملائمة. وقال إن لم يكن هناك إجابة واضحة من هؤلاء المعارضين إذن يجب أن لا نبقى في أفغانستان ويجب أن ننسحب من هناك. وتحدث بنقطة بارزة جدا شانتال عندما قال هناك 4 رؤساء أمريكيين تعاقبوا على وجود القوات الأمريكية في أفغانستان، 2 منهما من الحزب الجمهوري و2 من الحزب الديمقراطي، وقال لن أسمح بأن تمر هذه المسؤولية إلى رئيس أمريكي خامس، وبالتالي هو عازم تماما على إنهاء الوجود الأمريكي في أفغانستان. شكرا لك مجدي يازجي مراسلنا من واشنطن على هذه الرسالة. سنبقى مشاهدينا في واشنطن. نائب رئيس شبكة المحاربين القدامى الأمريكيين جوشو بيكيت معنا الليلة، أهلا وسهلا بك معنا. هل يخطئ، يعني حضرتك عندك خبرة في الموضوع، هل يخطئ بتقديركم الرئيس الأمريكي عندما يتخذ قرار الانسحاب من أفغانستان؟ شكرا على استضافتي. نعم ولا، لأنه يبدو أن هذه الحرب وكما أنها الحرب المنسية هنا في أفغانستان بسبب طولها، لكنها ليست منسية في أفغانستان. أعرف أن الكثير من الأرواح أزهقت هناك بين الجنود الأمريكيين في أفغانستان. أعتقد أن أكثر ما يقلق هو أنه عندما ننسحب فإن طالبان من المرجح أنها لن تلتزم بالاتفاق والتعاون مع حكومة أفغانستان. هناك الكثير من الأسئلة التي لدينا هنا متداولة في أمريكا. إذا عدنا إلى 11 سبتمبر، نجد أن الشعب الأمريكي كان ملتزما من أجل إحقاق العدالة، وأنا قلق أكثر أيضا على الشعب الأفغاني، لأن هناك قوى أخرى قد تسحب إلى أفغانستان مثل الصين وروسيا. لكن نرى إصرارا من جانب الرئيس بايدن سيد جوشوا على الخروج، وبالتالي يقول لكل المعارضين قدموا لنا المعلومات التي تجعلكم متمسكون بالبقاء، يعني كلفة كبيرة على قواتنا الأمريكية. ماذا ترد هنا في هذا الإطار؟
أقول إنه علينا أن ننسحب إذا كان ذلك لمصلحة الشعب الأفغاني والأمريكي، وإذا كانت طالبان ستعيد سيطرتها على أفغانستان وبالتالي ستصبح أفغانستان مرتعا للإرهابيين والجماعات الإرهابية وتطيل البقاء هناك وتشن هجمات من هناك، فالأمر سيء. وأعتقد قلبا وقالبا أنه علينا أن نسحب قواتنا، لكن إذا نظرنا إلى الحقائق والوقائع فإن قواتنا تساعد القوات الأفغانية والمحلية في محاربة طالبان، وفي نهاية المطاف فالأمر يتعلق بما هو الأفضل للشعب الأفغاني. ويليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA يقول سيد جوشوا للجنة المخابرات في مجلس الشيوخ: هناك خطر كبير بمجرد قيام الجيش الأمريكي والتحالف بسحب القوات، لكنه استدرك قائلا إن الولايات المتحدة ستحتفظ بمجموعة من القدرات في أفغانستان. دعني أسألك سيد جوشوا عن هذه القدرات، ما الذي بإمكان الولايات المتحدة إبقاؤه من قدرات بعد الانسحاب؟ أعتقد أنه علينا أن نستحضر أن 2500 جندي ليس عددا كبيرا من الجنود في أفغانستان، وأعتقد أن جو بايدن يريد أن يركز على الدعم الدبلوماسي للحكومة الأفغانية من أجل مواجهة طالبان، وأيضا دعم أفغانستان ماليا. لكن هل لا يزال بالإمكان الوصول إلى المعلومات الاستخباراتية المهمة كما كان يحصل خلال يعني الوجود الأمريكي هناك؟ لست واثقا من إمكانية ذلك. نحصل على المعلومات الاستخبارية من مصادر عديدة ومختلفة، ونعرف أن CIA ووكالات وأجهزة استخباراتية أخرى لها مصادرها، لكن عندما يكون هناك وجود على الأرض الأمر يكون مختلفا ومعززا أكثر. أعتقد أن ما نفعله هو أن نحمي الشعب الأفغاني. شكرا جزيلا على مشاركة نائب رئيس شبكة المحاربين القدامى الأمريكيين جوشوا بيكيت معنا من واشنطن الليلة.